سلام، اريد ان اقول لك شيء عني. انا احاول ان اضبط صوتي لكني لا استطيع، لان الوطنيه تتفجر مني كما منك. نعم، لا نستطيع، الحماس يجرفنا ويأخذنا. احاول قدر امكاني. اقول لك شيء سلام، الدول اذا ارادت ان تخرج الناس الى الشارع تخرج عدد بسيط، لان الاحاطه الامنيه وتامين عامل الامان لاي جمع يفوق عن 500 شخص هو امر صعب جدا ومستحيل. لذلك عندما تجد اي تجمع على التعيين يفوق 1000 شخص، اذا هو تجمع عفوي بامتياز ونابع من الضمير ومن المسؤولية. نعم، بقدر ما يوجد حماس الآن ووطنية فائضة، هناك مسؤولية. هؤلاء الشباب شعروا بمسؤوليتهم تجاه قائدهم وبلدهم ووطنهم. طيب معاذ، اليوم يجب ان نوجه ايضا من هذا المنبر ومن هذا المكان الذي يفيض به الوطنيه، يجب ان نوجه ايضا كلمه للذين يجلسون في الخارج ويناظرون على الشعب السوري ويدعون انهم سوريون ولكن يشكك في سوريتهم، لان السوري كما ذكرنا شرب من ماء العظم وبرد والفرات، لم يتكلم ولن يجازف بأن يعطي كلمة واحدة على سوريا، لأنه سوف يسأل عنها يوم الدين، لأن سوريا أرض مقدسة. ولكن اليوم من هذا المنبر نريد أن توجه أنت دعوة إلى كل الذين ربما يرون الآن على هواء مباشرة. أنا أريد أن أقول لبرهان غديون الآتي: هناك مجالس انتقالية كثيرة قامت بتأكيدها دول الغرب لضرب إيران ولضرب سوريا ولضرب المقاومة في لبنان، لكن أو تظن أنك تقاتل شعب غير مسؤول؟ أو تظن أنك تقاتل شعب بدون هوية بدون وطن؟ أو تظن أنك تلعب لعبة الأوطان يا برهان غديون؟ إنك تقاتل أشد أهل الأرض إيمانا وأشد أهل الأرض وطنية وثورية. قالوا نريد تجميد عضوية سوريا في جامعة الدول العربية، لكن يا غديون هل تستطيع تجميد عروبة سوريا؟ جمد العضوية كما شئت، ليعترف بمجلسك من يعترف كما يشاء، لكن هل يستطيعون تجميد حناجر الوطن؟ استاذ معل، ننتقل مره اخرى الى الساحه. وقلت لغيركم واعيدها بانهم لن يستطيعوا ان يمروا من دمشق. لماذا؟ لان ورثه الامويين هم الثابتون في دمشق، يقودهم حفيد من احفاد الامام علي. ايها السوريون، لانكم جمعتم بين هاتين الاثنتين الى جانب اخوة لكم ليس في الدين فقط وانما في منظومة القيم ايضا، الى جانب اخوة لكم، لذلك لن تهزموا. هذا الوطن لن يهزم، هذا الوطن سينتصر من نصر الى اخر. هذه ليست جديدة عليكم، فعلوها في الماضي لكنهم لم يقرأوا التاريخ، لم يقرأوا انه من بين احد اجدادكم خرج يوسف العظمى، ومن بين احد اجدادكم خرج الشيخ صالح العلي، ومن بين احد اجدادكم خرج سلطان باشا الاطرش وابراهيم هنانو وحسن الخراط، ومن بين اجدادكم خرج ثوار من هنا من العاصمة دمشق يردون الفرنسيين. وانبئكم ايضا
في اللحظة التي خرج فيها يوسف العظمى كان هناك بعض القوادين وبعض أولئك الذين كانوا يمارسون العهر السياسي، كما هو مجلسكم الوطني أو كما هو مجلسهم الوطني. هذا ليس جديدا، هذا ليس غريبا عليكم، لكنهم هم لا يقرؤون التاريخ. هزمناهم في الأولى وهزمناهم في الثانية، فعلوها في الثمانينيات، حاولوا أن يصدروا مشهدا افتراضيا بأن حافظ الأسد كان عدوا للإسلام والمسلمين، فرددنا عليهم وقلنا لهم هنا أرض الإسلام وهنا أصحاب الرسول وهنا أحفاد الإمام علي وهنا أخوة الحسن والحسين وهنا أيضا أحفاد أبي عبيدة بن الجراح وعمر بن الخطاب وهنا أيضا تلامذة المسيح عليه السلام. هذا ليس جديدا عليهم، هذا ليس جديدا، لكنهم لا يقرؤون التاريخ. هزمناهم بالأحذية في الثمانينيات وقلنا لهذه الرجعية العربية، قلنا لها أنتم لا تمثلون الشعب العربي، أنتم تمثلون الأعراب، أنتم العربان. لذلك أيها الإخوة، منذ اللحظة الأولى يسأل سائل لماذا لم تصدق يا خالد العبود بأن هناك ثورات في العالم العربي؟ أقول لا ثورات إلى جانبها النفط. ما يضحكوا علينا، النفط العربي كان دائما إلى جانب الرجعية العربية. لماذا لم يقف النفط العربي إلى جانب أهلنا في غزة؟ لماذا لم يقف النفط العربي إلى جانب أهلنا في حزب الله والمقاومة اللبنانية؟ لماذا لم يقف النفط العربي إلى جانب أهلكم في العراق؟ لماذا لم يقف النفط العربي إلى جانب أهلنا في السودان؟ هذه الثورات عندما كان إلى جانبها النفط العربي، هذا يعني بأنها ليست ثورات. كما الثورة العربية الكبرى، هذه الثورة التي أنجزت لنا سايكس بيكو، لا يخدعوكم، كما فعلوا في أوروبا الشرقية سيفعلون في العالم العربي. لكن هيهات، هيهات أن يمروا في دمشق بعد 7 شهور يا عرب الردة، بعد 7 شهور أيها الأقزام، يا كلاب الصحراء، بعد 7 شهور انظروا. هؤلاء هم السوريون، هؤلاء هم السوريون. رغم المليارات التي صرفتموها ورغم جسور الإعلام ورغم كل هذا التصوير ورغم كل هذه الفبركة ورغم كل هذا التشدق، هؤلاء هم السوريون. انظروا إليهم، إلى جانب بشار الأسد. هؤلاء هم السوريون.